صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى أمك المظلومة الزهراء وعلى الدماء السائلات بين يديك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة روحي وأرواح من في الوجود لك الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء يا أيها المذبوح من القفا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء يا تاركا حرم النبي ومكة حرم الإله مخافة أن تقتلى ما كان ذنبك يا سليل محمد وخليفة الرحمن حتى تقتلى يا وتحج كل الناس في أمن وتخرج خائفا متوجلا الله أكبر كيف أفضل محرم للحج من خوف المنون من خوف المنون تحللا لم يرتحل خوف المنون بل اختشى أن يهتكوا حرماته فتحللا أظنك تحفظ هذا البيت فأحل من إحرامه في مكة سرا وصير حجه في كرب يلا عودة فأحل من إحرامه في مكة سرا وصير حجه فهنا أحرم للنوائب ناويا نصر الهدى وملبيا رب العلا واختار للتقصير قصر حياتي
احسنت. لما رأى دين الإله معطلا والسعي بين المروتين قد افتدى، بين الأحبة ماشيا ومهرولا، والساعي بين المروتين قد افتدى، بين الأحبة ماشيا ومهرولا، جاء له ابن جعفر: إلى أين أبا عبد الله؟ الناس جاءوا ليحجوا بحجك، قال: إن حجي أجلته في مكان غير هذا المكان. يلا خليني ودعك كلها ويا ابن جعفر: في أمان الله يا شمامة الهادي ومهجته، تروح وانت الحج الأكبر والمقام كعبة. اي خالف تعلي صوتك شوية، ها طلبة. وين حجك وين هديك والمناسك والنحار؟ وين زمزم والصفاء؟ وين المشاعر والحجر؟ تطلع من أرض مكة ما تقليش العذر، راد يتكلم أبو سكنة وهلت دم، قال: أنا غصب علي من أرض مكة طلعتي، تلومني وانت تدري يا ابن عم بحال، ويلي 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 همة العدوان ذبحي، همة العدوان ذبحي وذبح قامي وعزوتي، ترضى دمي ينسفك والبيت تهتك حرمة، هالسنة حجيت عيان بأرض الطفايا، أرد أضحي بهالصناديد الذي حالي. تعرف يا ولا هذا جسم مقطعين، تعرفه منو؟ هذا جسم مقطعين وهذا مقطوع الجفوف، ايه ما شاء الله كل صوت مسجلها. هذا ما يحظى بساعة بين زفة وذبحته. رحم الله الملا عطية ابو يوسف، أرجوك تصور هذا البيت بعين قلبك، يقل له لو تشوف شلون هرويل من يناديني شبايا، وابتدي بالتلبية والناح ما بين الأطناء. عندك حاجة يولا؟ مرة صاب المشرعة، مر صاب المشرعة وانظر قمر عدنان غا، ومر صاب المعركة للولد أرفع جثته. أبو علي، الحجاج مناسكهم تأخذ وقت، يوم عرفة يوم نحار، عندهم طواف عندهم رمي،
انت شلون؟ قال انا مناسكي كلها بيوم واحد. تقرا يا لا واد حجي غير وادي والشهر غير الشهر وتنقضي كل المناسك يوم عاشر الظهر. يلا صيحة وظل مرمي عالثرى ويركب على صدرش. أعوذ بالله من عين الله تدمع إن لم تبكي تباكى. خلك كملها عشان تصرخ أعلى. هيظل مرمي عالثرى يركب على صدر الشمر يفري وداجي ومهجة من الظما متفتتة. وحسينا ابو علي المحرم عنده ثياب بيلبسها. انت عندك ثياب؟ قال ايه انا ثوب المخرق حرامي او ينسلب فوق الثرى والبس مخيط الدماء وظل مرمي بالعرى ويرتفع راسي بذابل وزينب تنظر وزينب سعيها يختلف عن سائر الناس. الحسين عدها الصفا واما المروة عب المروة راسه من فضاخ والصفا جثة. ولكن الامر لله وعلى ظالميهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والعاقبة للمتقين. قال تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. رحم الله من ذكر قائم آل محمد. الحديث من خلال هذه الآية المباركة تحت عنوان عقيدة البداء وضرورة الاعتقاد بها، ونتناول هذا الحديث في ثلاثة جوانب. الجانب الأول، ما هو المقصود من البداء؟ والجانب الثاني، في ماذا يكون البداء
ثم نختم الكلام حول الفائدة التي نجنيها من خلال الاعتراف بهذه العقيدة. تعال إلى الجانب الأول من ضمن العقائد اللي نعتقد بها نحن الإمامية، عقيدة تسمى عقيدة البداء، إن كنت تعرفها نزيدك تعريفا، وإن كنت تجهلها تعرفها وتكون في منظومة عقائدك. هذه العقيدة عبر عنها أهل البيت بهالتعبير، عبر عنها الإمام الصادق سلام الله عليه وقال: ما عبد الله بشيء أعظم من البداء. وفي رواية ثانية قال: ما عظم الله بشيء كما عظم بماذا؟ بالبداء. شنو معنى البداء؟ البداء في اللغة هو الظهور بعد الخفاء، ظهور الشيء يعتبر بداء، وهذا الظهور يكون بعد جهل. مثلا أنت تسير في طريق ثم تبين لك، بدا لك أن هذا الطريق ليس الطريق الذي أنت تريده، ثم بعد ذلك غيرت مسارك من هذا الطريق إلى طريق آخر، هذا في اللغة يعبر عنه بداء، يعني ظهر لك شيء كان خافيا عليك. أما في الجانب الاصطلاحي قالوا البداء هو القدرة على التغيير في النظام التكويني. لا زال المعنى غير واضح. البداء بعبارة أدق وأوضح هو المحو والإثبات، يعني أن الله قدر شيئا يجري على زيد من الناس، ولكنه عمل عملا يستحق أن يزال عنه هذا الشيء، فيمحى الشيء المكتوب ويبرم الشيء الجديد. مثال ماذا؟ مثال صلة الرحم. عندنا في الرواية: إن صلة الأرحام تطيل الأعمار وتعمر الديار. فلو افترضنا أن زيدان بقي من عمره 3 سنوات، مكتوب في كتابه أن هذا يموت بعد 3 سنوات، ولكنه وصل رحمه وزار أهله، هذه الصلة من شأنها أن تصنع البداء في عمره، فبدل أن يكون عمره 3 سنوات يبقى عليه صير محو للثلاث وتثبت كم؟ 30 سنة. هذا معنى البداء. لكن ألفت نظرك، البداء هو الظهور بعد الجهل، وهذا الأمر لا ينسب إليه جل وعلا. ليش؟ لأنه عالم بكل شيء، ما يمكن أن يغيب عنه شيء. بل اللي يقول أن الله يبدو له شيء من جهل، يقول الإمام الصادق: فتبرأ منه فإنه كافر. إنما الله جل وعلا أراد أن يجري المقادير بهذا العنوان، وهو عنوان البداء. تعال للجانب الثاني، على ماذا يقع البداء؟ في أي أمر؟ هل في جميع الأمور أم هناك أمور معينة هي التي يقع فيها البداء؟ العلماء يقولون أن قضاء الله ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول يسمون القضاء المحتوم. ايش معنى القضاء المحتوم؟ يعني ذلك العلم الذي استأثر الله به لنفسه. هناك علم لم يطلعه الله على أحد من خلقه حتى
حتى أقرب الخلق إليه وأفضل الخلق إليه وهم محمد وآل محمد. لم يطلعهم على هذا الأمر. عندنا رواية عن إمامنا الصادق سلام الله عليه يقول: إن الاسم الأعظم 73 حرفا، استأثر الله بحرف عنده، هذا الحرف بس لله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا وصي، ما أحد يعلمه إلا هو، لا يطلعه على أحد من خلقه، فاستأثر الله بهذا الحرف عنده، واثنين وسبعين حرف موجودة عندنا أهل البيت. شوف هالاسم الأعظم، الحرف منه يسوي العجائب، الحرف منه جعل آصف يحضر عرش بلقيس في أقل من طرفة عين، فكيف إذا واحد عنده 72 حرف؟ هذا شنو قدرته؟ شنو قدرته؟ لذلك احنا ليش دائما توجهنا لأهل البيت عليهم السلام؟ لأن الله أعطاهم هذه القدرة، بحيث إذا المريض توسل بهم منوا عليه بالشفاء بنظرة واحدة، والحاجة إذا تعسرت وطرقوا أبوابهم المؤمنون وجدوهم عند قضاء الحاجة، لأن الله جعل كل شيء بيدهم وتحت أمرهم عليهم السلام. فإذا القضاء الأول المحتوم الذي لم يطلع الله فيه على أحد من خلقه، هذا لا يكون فيه البداء، بداء ما يمكن أن يكون في هذا الشيء. القضاء الثاني ما أخبر به أنبياءه وأوصياءه. أكو بعض الأخبار وردت لنا من رسول الله من أهل البيت، هذه الأخبار أيضا لا يقع فيها البداء. ليش؟ لأن لو افترضنا أن الإمام أخبرنا بخبر ثم حصل بداء تغيير، هنا يلزم الناس يكذبونه، وإذا كذبوه كذبوا الله، وهذا نفي للغرض، فأيضا هذا القسم لا يكون فيه بداء. القسم الثالث قالوا القضاء المشروط أو القضاء الموقوف. شنو معنى القضاء المشروط أو القضاء الموقوف؟ يعني القضاء المتوقف على عمل الشخص نفسه، يعني إذا سيجري له كذا إذا عمل كذا، وإذا لم يعمل كذا لن يجري له كذا، هذا القسم هو الذي يحصل فيه البداء. مثلاً أقرب مثال إلى ذلك الصدقة، عندنا في الرواية: إن الصدقة تدفع البلاء، مو أي بلاء، وقد أبرم إبراما، بلاء متيقن يقع، ولكن إذا تصدق هذا الإنسان، يعني هالبلاء مقرون بعدم الصدقة، فإن لم يتصدق حل عليه ذلك البلاء، وإن تصدق رفع عنه البلاء، هذا هو البداء. يوم الأيام نبي الله عيسى ابن مريم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، نبي الله عيسى كان يمشي مع الحواريين، فمر رجل حطاب، قال هذا، قال النبي: هذا الحطاب لن يأتي الظهر إلا وهو ميت، ما يجي الظهر إلا وهو ميت. فعلا جاء الظهر، جاء الحواريون عنده، وجدوه لا زال حيا، ما زال على قيد الحياة. جاءوا إلى عيسى النبي، قالوا: يا نبي الله أنت الصادق، ولكن ما قلته لم يتحقق، لا زال حيا على قيد الحياة. النبي جاي يعلمهم، النبي هو عالم، جاي يعلمهم أن أكو أشياء يقع فيها البداء وأن لله البداء فيها. جاء إليه
قال له أخبرني ماذا فعلت أنت هذا اليوم، شنو الفعل الحسن اللي صدر منك؟ فكر يقول ما عندي أعمال، ما سويت شيء اليوم. قال له تذكر، فتذكر أنه لما أراد أن يأكل طعامه كان عنده قرص واحد لغداء فقير، فجاءه سائل وسأل من، فقسم القرص إلى نصفين، أعطاه نصف وهو أكل النصف الآخر. قال نعم، بهذه الصدقة دفع الله عنك الموت، بهذه الصدقة دفع الله عنك البلاء. لذلك يؤكد أن المؤمن في كل أمر يخرج الصدقة لتدفع عنه البلاء. الجانب الأخير في موضوعنا بعد الصلاة على محمد وآل محمد، هو ما هي الفائدة التي نجنيها من اعترافنا بهالعقيدة؟ أنت الآن بينتنا البداء وأن الله يغير الأشياء وله المح وله الإثبات، إحنا شنو الفائدة التي تعود علينا من اعترافنا بهذه العقيدة؟ نذكر فائدتين. الفائدة الأولى أن الاعتراف بعقيدة البداء دلالة على عمق التوحيد. شلون عمق التوحيد؟ اللي ما يعتقد بالبداء يحدد قدرة الله، يقول يعني خلاص الله أجرى الأشياء وكتبها وخلاص وجف القلم، ماكو شيء جديد. يقول هذا تحديد وتأطير وتجميد لقدرة الله، لأن الله قادر على ماذا؟ على كل شيء. وهذا ما قالته اليهود. شنو قالوا؟ قالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم، بل يداه، إيش معنى غلت أيديهم؟ ليش؟ إيش معنى يد الله مغلولة؟ يعني قالوا الله خلاص كتب الأشياء وما راح تتغير. مثل الواحد اللي أنت تقول له تعال يا فلان تعال، عدي قال أنا هكذا مخلوق هكذا، بس لو أنا عندي هداية هذا غلط. لا، أنت تقدر تغير، تقدر تتغير إلى الأفضل، وهذا مأتم الحسين باب إلى التغيير. إي والله هالأيام شوف أنت حالة إيمان تكون عندك، شوف بعد عشرة عاشوراء هل زالت معك أو لا، هي وقتية، تقدر تغير. لا تقول أنا هذا ما أقدر، لا تستطيع. الله جل وعلا يقول أيها العبد أنت تستطيع أن تغير حتى قدرك تستطيع أن تغير. فالله جل وعلا قادر على كل شيء، فهذا عمق التوحيد. الفائدة الثانية هي دعوة المؤمن على أن يفعل الأفعال التي من شأنها أن تزيد من خيراته وتدفع عنه البلاء. أكو رواية مشهورة شو تقول؟ لا يرد القضاء إلا الدعاء. الدعاء من شأنه أن يرد القضاء، من شأنه أن يحسن حال هذا الإنسان. لذلك أمير المؤمنين عليه سلام الله عليه على منبره ماذا يقول؟ لولا آية في القرآن لأخبرتكم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. سيدنا يا له قيام بعد إذا في مجال رحم الله من ذكر. يقول لولا هذه الآية لأخبرتكم بجميع الأمور وأنا أمير المؤمنين. شنو هالآية اللي قرأناها في البداية؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمور. يعني الأمور اللي الله أطلعنا عليها قد يمكن أن يحصل فيها البداء، قد يحصل فيها التغيير.
فله البداء لأنهم عندهم علم بكل شيء بأبيهم وأمي وكل شيء أحصيناه في إمام. لذلك شوف الإمام عندما خرج من مدينة جده ثم من أرض مكة ألم يكن عالما بالنتيجة؟ أوليس هو يقول شاء الله أن يراني قتيلا ويراهن، ولكن إنما خرج لماذا؟ إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي حتى يبقى هذا الدين، لأن حتى مكة مكة ما يمكن لها بقاء إذا لم يقتل الحسين، بقاؤها وديموميتها واستمراريتها بمقتل أبي عبد الله. لذلك حتى بيت الله ما راعى حرمة بنو أمية. أي تجي الرسالة اقتلوا الحسين ولو كان بين الصفا والمروة، اقتلوه ولو كان بين الركن والمقام. الله الله الله. بعد قال اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. هذا البيت اللي يعبر عنه الله بأن ومن دخله كان، لكن أبو علي هل كان آمنا في بيت الله؟ أي والله يا حسين، ترى هالأيام كل مالها والأيام تزداد لوعة في قلوب المؤمنين. يا أبا عبد الله شو سويت بينا يا أبا عبد الله؟ بيت الله بيت الأمان، وإذ بسيد الشهداء لا يؤمن، فما بينما هو حول البيت وإذ به يسمع مناديا ينادي يا حسين. أسألك شنو الحالة اللي تنتابك إذا صرخت هالصرخة؟ يلا عودها عودها يا حسين، يلا الثالثة حتى ينكسر القلب. يا قل من إحرامك واجعلها عمرة مفردة، أحل إمامنا من إحرامه وجاء إلى أهل بيته وقال قوموا لنطوف بالبيت ملبين. كل واحد من أهل بيته عنده تلبية تختلف عن الآخر. يلا اسمع التلبياتها إن شاء الله نلبي ونقول لبيك يا حسين عند الحسين. يا الله لبى الشهيد لبتي يا الهواشم، لبى القمر عباس والأكبر جاء، لبى الشهيد صاح حج بأرض لطفوف. اسمع لبيك يا رب لك أضل كعبة للسيوف، لبيك وعلى مصرع العباس باطوف، والتلبيات بكربلاء صياح الفواطئ شنو يصيحون؟ ودمعات جري. كم شباب راح منكم ولبى علي الأكبر ودمعات جري، لبيك يا رب موقفي في الغار، لبيك قطعوني وظل وتصلي على جثتي
رماح وصواره ولبى القاسم رافع جفوفه ويناجي. اسمع ان شاء الله يحرز مع هالكلمة هذه. رب القاسم رافع جفوفه ويناجي لبك يا رب انذبح ساعة زواجي. لبك احرم والغسل من دم وداجي. لبك احرام جفان ودمع العين ساج. ولبى القمر عباس ونادى فدوى الحسين. لبك يا رب اضحي لك براسي والعين. يلا خفي وياي. لبك وخلها تنقطع مني وبين الجفوف يصير مسعى الزهرة فاطر. بعد باقي ثلاثة اسمعهن. ولبى الرضيع وصاح أبحرم عن الماي. لبك ذبحوني وانا مفتت احشاي. تسمع يولا. وزمزم منحري ومايا من دماي. والرمي والرمي في نحري سهم حرمل الظالم. بعد ولبت معاهم زينب والدمع جاري. لبك يا رب البس احرامي خماري. اراهن على هالبيت يبكيك. لبك استر وجهي بيمين ويساري. والنفرة من خيمة محروقة وفكري هاي. باقي تلبية كلهم لبوا. بعد منو ما لب؟ فكر وياي شوية. اطلب الحاجة يا الله. ليلة توسل الليلة. ولبت جميع العائلة ولبت رقية. ما أدري شنو علاقتكم برقية. ما أدري من انت انذكر تبجون ليش. ولبت جميع العائلة ولبت رقية. لبك يا رب السما قبلني ضحية. يلا. لبك اموت وراس ابويا ها. ولبت جميع العائلة ولبت رقية. لبك يا رب السما قبلني ضحية. لبك أمور وراس أبويا. خلصوا الطواف. اخذ يد العباس. تعال بو فاضل. صاروا يتمشون يشوفون الكعبه والحرام. قال له بسولف وياك وسولف ويا يا اخويا. طافوا حل من حرامه ونادى والدمع منثور. يا اخويا مو في شهر الحاج حجنا في شهر حجنا في شهر في طف كربة
تحرم يا القمر ويا بس حرام عدنا غير نحرم عن لذيذ الماء حتى تذوب منك حشاك وحتى تذوب من حشاك يلا نبدأ بتلبية الحسين شلون بتلبي أبو علي وأنا بالبي بصيحة على فرقاك يا عبا أصيح بصوت لم تطيح من ضربة عمود الرا التلبية شنو الآن انكسر ظهري في تلبية مثل هذه الآن انكسر ظهري وعليا شتمت عليا شمتة الأرجاس السعيوان شقد كلام عراقي عند هذا الأذيب سعي الحسين انت سامع بين المخيم وبين كذا لكن هذا السعي يختلف وبس عام حني ظهري برض لطفوف كم مرة وين مرة الجفك اليمنى ومرة الجفك اليسرى يلا صيح وياي ارفعهم واصيح بصوت اخذيهم يما يا احسنت هكذا الجزع على الحسين والا فلا بعد طوافك وين وطوافي بكربلاء وقد توديع لعيالي من خيمة إلى خيمة أطوف ومن دهش بالي متى ينتهي الطواف وطوافي ينتهي لما أشاهد زينب قبالي سوت لبست مقنعة أمي تودعني بقلب مفطور انت ابو فاضل وين طوافك اذا زينب يا اخوي حسين ويانا بكربلاء حجها يعني زينب الكعبة وطوافي حولها ودجها ان شاء الله تدوم لاختك ادور بالسيف عنها كل محنة أفرجها والسعي وبسعى يا أخوي حسين إلى زينب وخدمتها وبضرب بالطفوف أشواط كل ساعة لخيمتها وخاف الخيمة يحرقوها تشوف عيون حالتها يلا سألك الدعاء بيتين وخلصها الرمي شلونها الحسين يقرأ الآن وما الرمي يا عباس يرمون الهدى بسهم سهم يقع وسط قلبي سهم يرموك وسط العين وإذا يا أخويا تقصيرك بقطعة الجفين أنا تقصير يا أخويا يصير بخنصر المبتور اهدى شوية بعت القصيد هذا من زمان أنتظر هالليلة حتى أقرأ هذا البيت أبو علي شنو بتضحي عباس شنو بتضحي والله الأضحية غالية إن شاء الله توفق للبكاء بتضحي بإيش وفاضل بتضحون بإيش اسمع يا ولد رسول الله يقول إذا يا أخويا ذبحانا وقلب
تعبنا من العطش لها يعني يا اخويا بنضحي بخدر صعبه الضحيه صعبه خل اكمل لك ها اذا ذبحنا يا اخويا حسين وقلبنا من العطش يلهب يعني يا اخويا حسين بنضحي بخدر بنضحي بخدر واحنا روسنا بالرماح نشوف شلون تتسلب نشوف الشمر يضربها لذلك لما رجعت إلى المدينة وشافت هم البنين قالت أنشدك مسألة العقل منها ينذل صدق دخلتي المجلس يجروك بحاجة قالت يمه